ألف مبروك يا جماعة، النهاردة الزمالك حقق فوز أنا شايفه إعجازي في ملعب رادس اللي قالوا عليه الجحيم. الزمالك حوله اللي هو يبقى له حكايات فيه ويبقى ملعب رادس ملعبه، هو عمل فيه نتائج إيجابية كتيرة جدا هنحكي عنها في وسط الحلقة. حلقة جديدة وجامدة جدا من فوز الزمالك على الترجي وصعوده بعد ما بعض الناس قالت يا بختك يا ترجي، الزمالك بيثبت لهم اللي هو يقدر يتفوق عليه في 3 مرات، لأن هو كان النهاردة كمان اتفوق عليه في 3 مرات في اقل من شهر، بتفوق على نفس الفريق وديربي كمان في النص، فالزمالك عظيم. استنونا في حلقه حلوه قوي ممكن فيها شويه حاجات حماسيه في سانتي تيوب. بدأ المباراه بشكل يعني مش عايز اسوأ شكل ممكن يبدأ فيه فريق خارج ارضه الزمالك بدأ فيه، وافضل سيناريو للترجي النهارده هو اللي عملوه. اي حد قاعد بعد البلانت اللي اتحسب على محمود علاء خلاص يقول الزمالك هيشيل سكور، لان خلاص دي افضل سيناريو الفريق يلعب في ارضه، اللي هو في اول 5 دقايق يقبل هدف ومن ضربه جزاء غلطه للمدافع كمان، يعني المدافع كده خرج اوت اوف جيم، والديفندر الاساسي بتاعنا اللي هو اقوى ديفندر عندنا اللي هو ربنا يحميه اللي شايل الفرقه دايما على كتافه كان برضه كان بيجري ورا الراجل وما قدرش يلحقه، بس هو ذكي قدر بقى بعد كده طارق يقابل يقول للونش ويقول لي محمود علاء ليه ما قابلتهوش، ومن اللقطه دي بعدها ما اتكررتش تاني، لان طارق وقتها حتى لو هو غلطان بعض الناس شافت اللي هو غلطان عشان ما شدش اللاعب، طارق طبعا كان في دماغه الانذار وللاسف خد انذار فعلا بعد كده في الكوره اللي هي اللي في ضربه الجزاء، بس طارق كلمهم وعالج الخطا ده في وسط اول قال لهم انتوا ليه ما قابلتوش وسبتوا الراجل يكمل للنهايه. المهم اللي كان ممكن الفرقه تخرج اوت اوف جيم خالص، لكن فرقه الزمالك اتمسكت وقدرت اللي هي تدخل جوه الجيم، وقدرت اللي هي تلعب مباراه عظيمه جدا، مباراه هايله، مباراه تكتيكيه تكاد تكون الاعظم للزمالك من مباراه الرجاء، من ايام مباراه الرجاء مع كابرال سنه 2003 لما خدنا البطوله، كانت مباراه كلها ملحميه فعلا لكارتيرون. قدر يقسم الماتش ازاي، قدر يلعب الماتش رباع ويدخل الناس والتبديلات، وراموس اهو كان معايا وعايز يقول لكم حاجه، اقول لهم بقى يا عم راموس الزمالك كان بيلعب كويس بس دفاعه كان كويس، المنتش عامل ماتش جميل قوي ماتش حياته ده يعني، وابو جبل لا اسطوره صدق اسطوريه لا ده كان هتخبط فيه اصلا، كان هتخبط في العرض تخبط فيه وتيجي في الجون وش باين وش اصلا، بس الحمد لله هو علم صدها والله على دي على الخط والله سمت. المهم طبعا ده كان مشاعر الطفل اللي معانا كان قاعد طول الموال بتاع، هنزل لكم رياكشن برضو كمان في فيديو كده قبل ده ممكن تشوفوه في على القناة. احنا كلنا قاعدين جروب كلنا بنقول بس يا رب طول الوقت، عايز انا مش هتكلم كتير فنيا النهارده، كارتيرون زي ما قلت لكم لاعب المباراه قسمها بشكل عظيم، قدر يخلي لعيبه الترجي اللي هي مريحه اكتر، المفروض اللي هي عندها رغبه في الانتصار اكتر هي اللي كانت بتقع بدنيا، ولاعيبه الزمالك اللي واقفه بدنيا، كل الناس بما فيهم انا قلنا يا جماعه الزمالك وبدنيا الراجل اصر وصمم اللي هو هيكمل بطريقته، ما ينفعش يدخل مدرب احمال في وسط السيزون، وفعلا كمل بالشكل ده، والنهارده شفنا ان لعيبه الترجي هي اللي بتقع بدنيا ولعيبه الزمالك هي اللي مستمره واقفه على رجليها، ولما حس اللي بدا يحس اللي فيه لبعض اللعيبه خلاص مش قادره وعملت كل الدور اللي عليها بدا يسحب، وتغييرات كلها صح، تغييره كاسونجو، تغييره محمد عبد السلام لما نزل عشان ياخد العالي او ويقتل الجيم ويلعب ورا حازم امام، اللي النهارده بقول له شابوه بعد كل الانتقادات اللي بعض الناس وجهتها له الفتره اللي فاتت، حازم امام قدر يثبت اللي برده اللعيب الخبره النهارده مسك الكره قدام وادانا رئه وقدر يحافظ ويقفل المنطقه بتاعته جدا، وكان رئه الفريق قدام حازم، مش عايز انسى حد، عبد الشافي مفيش ولا التحام هوائي ما خدوش مع ان هو قصير والناس كانت دايما بتعيب عليه في الالتحامات الهوائيه والتغطيه، النهارده عبد الشافي كل الالتحامات الهوائيه واخدها، طبعا قلنا الاثنين والوينش رجل الشهر بالنسبه لي، انا بالنسبه لي تطور في المستوى غير طبيعي، رجل الشهر في السيزون ساسي بخبراته العظيمه الكبيره، وده اللي بتخليك تمتلك لعيب كبير زي ساسي مهما كانت مستوياته بتقل في بعض الاوقات، لكن ساسي هيفضل ساسي ولاعيب كبير، وهو دي اللعيبه اللي تقدر تاخد بطوله كبيره زي بطولات سوبر افريقي سوبر مصري بطوله افريقيا ان شاء الله، الوقت الزمالك رايح نص نهائي، الزمالك عمل ملحمه اوباما بيدينا رئه قدام مصطفى الله اكبر مفيش ولا التحام، كل اللعيبه مش عايز انسى حد طبعا طارق ده على طول طارق ما يعني لاخر العمر، وانا البطوله الافريقيه تتشرف باللي طارق حامد يشيلها لانه فعلا يستاهل الكلام ده.
بس انا خلصت كل اللي عندي، مش قادر اقول كلام فني كتير، هخلي راموس بقى يفنش معاكم الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في يا حاجة فيه رب. مفاجآت كتير في رمضان، هنبقى في فلوجات ان شاء الله. انا بقى مسافر المغرب، لان المرة دي زي ما انتم شفتوا السفير التونسي اللي انا مش عارف اقول له ايه من هنا، اللي هو يعتبر منعوني من السفر ومنع كل المصريين من السفر بعد ما دفعنا التأشيرات، بعد ما التأشيرات غالية جدا في تونس، وطلعنا وعملنا كل الورق، وجبت لهم ورق من الكاف، وجبت لهم ورق من الشغل بتاعي، وجبت لهم ورق اللي انا كنت في البطولة بتاعت الدوحة، فكنت مخلص كل حاجة، وحرموني ان انا اكون هناك فعايش الاجواء دي، بس مش مشكلة، وان شاء الله ما رحت، المهم ان الزمالك يكسب، والمهم ان احنا نتقابل ان شاء الله في نص النهائي في المغرب او الكونغو ان شاء الله هنكون موجودين، واخلي بقى راموس يفنش معاكم الفيديو ده. يلا يا راموس. سبسكرايب وشير وولعوا الدنيا لو الفيديو عجبكم. باي. ما عجبكش انت ورزق انت وراحتك باي سيجاي. باي 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 باي.